السلام عليكم، سميتي مرشد نهى و جي سوي لا ديريكتور جينيرال ديال جروب اكسل من مراكش. اليوم كما تتشوفوا الحمد لله والشكر لله تم الاتفاق و لا سيناتور ديال لا كونفونسيون اللي تمت بين الجروب اكسل في لو بول ديال لا سونتي ومع شركه اونسار اللي هي اونسار ريكروتور اللي هما في المانيا. دونك هذه سي لا دوزيام كونفونسيون اللي غادي نديروا هذا العام. دونك ديجا لا كونفونسيون الاولانيه تخدات بعين الاعتبار وديجا لا بروموسيون خرجت لالمانيا واشتغلت، ولكن تنتمناو حتى هاد لا كونفونسيون ان شاء الله مع هاد الناس مع هاد لا سوسيتي ديال اونسار تكون حتى هي بدايه خير ان شاء الله بحول الله والاشتغال مع هاد الناس. دونك تتبان لي بانه الاستاذ الباري تنشكرو بزاف من هذا المنبر لانه تاح لنا الفرصه اننا نتلاقاو اليوم وتكون هاد لا سيناتور، وتتبان لي بانه حتى هو راه سونكاج باش يكون ان سارتان ريكروتمون يكون على اون فافور ديال لي لوريا ديال لو بول دو لا سونتي بوكو با في دوطخ بول ديال لا فورماسيون بروفيسيونيل. تنتمنى الله التوفيق وشكرا. انا عبد الباري النادي، مدير عام شركة الأنصار بريفي. والأنصار بريفي في هذا المجال ديال العقود فلها واحد الباع ولها واحد الصدى طيب في عبر ربوع المملكة، لأن اليوم شهدنا واحد التتويج، لأنه هو كان تتويج ليس نادرا موجود ولكن ليس بالكثرة اللي عطات الأنصار. فالأنصار في هذه الاتفاقية ديال اليوم سنت واحد الاتفاقية مع مؤسسة ديال إكسيل. مؤسسة إكسيل راه غنية عن التعريف، متواجدة في مراكش، اللي يمكن يعني اول مؤسسه في المغرب لا من ناحيه الكم ولا من ناحيه الجوده في التعليم في جميع التخصصات. واليوم كذلك كان عندنا يعني مع التوقيع ديال المؤسسه ديال اكسيل في شتى المجالات، كان المجال الصحه، المجال ديال التكوين المهني يعني ديال التقنيين او المهنيين، وكان عندنا التوقيع معهم حتى في يعني الناس اللي عندها على البكالوريا. سولتيني قبيله قلت لي شكون الناس المستهدفين. المستهدفين في هاد الناس كاين البكالوريا، كاين ناس اللي عندها باك زائد دبلوم ديال تقني متخصص ديال عامين ديال التكوين المهني، وكاين باك زائد 3 سنوات الناس اللي عندهم يعني الدبلوم في المجال الصحي، وكاين استثناء اللي ما عندوش البكالوريا هو الناس اللي عندهم دبلوم ديال عامين في المجال الصحي كيتسمى اوكسيليير. كذلك العدد اليوم كان العدد اليوم 53. الفوج الاول هذا بالنسبه للناس اللي عندها باك زائد 3 سنوات. كاين الناس اللي عندها باك زائد عامين والناس ديال البكالوريا غدا ان شاء الله عندهم المقابلات الشخصيه مع المستشفيات الالمانيه. وبطبيعه الحال ما ذكرناش هذه مهمه، لاول مره كيجي مستشفيات المانيا داخل تراب المملكه وكيدير مقابلات شخصيه عوض انها كانت كدار اونلاين ولا دابا كدار حضوري، يعني كدار يعني سور بلاص كيجيو الناس كيدوزوا المقابله الشخصيه ديالهم كيشوفوا مع من طبيعه الحال. كان سولني الاستاذ على شنو يعني الثمن او شحال هادشي. هادشي هذا في المجال الصحي يكون عنده ثمن رمزي، كتخلص يعني الخدمات ديال واحد البلاتفورم اللي كتخدم بها شركه اي بي سي مع المستشفيات. بالنسبه للطائره كتكون غراتوي، بالنسبه للفيزا كتكون غراتوي، بالنسبه للسكن ملي كيطلعوا لالمانيا كذلك كيدخل مع يعني مع المده ديال التكوين ديالهم غراتوي، كيتخلص واحد الثمن اللي كيكون هو رمزي فقط. هذا مجال الصحه. مجال ديال التكوين المهني الامر كيختلف. مجال التكوين المهني لان مجال الصحه كيكون هو تعويض يعني من من من, من المشغل في الدوله الالمانيه. في مجال التكوين المهني لا، جميع يعني الرسوم ديال التسجيل، جميع الرسوم ديال على يعني سواء الامتحانات او المعادله او الفيزا او التامين او التاشيره ديال الطياره، هادشي كامل كيخلصوا يعني الطالب اللي عنده الغرض انه يطلع لالمانيا. طبيعه الحال حنا كنحاولوا ما امكن اننا ما نديروش شي ثمن باش الناس، لان عارفين الحاله ديال الناس اللي باغيين يهاجروا يعني المملكه. الهدف ديال شركه الانصار كما سالتيني قبيله قلتي لي شنو الهدف من هذا المشروع. الهدف المشروع عنده 3 ديال النقاط اساسيين. الهدف الاول باش نكونوا واقعيين، حنا كنأدي واحد الخدمه غادي ندي واحد النصيب غادي، ولكن النصيب اللي غيكون في المتناول. الهدف الثاني هو ان شركه الانصار كما شفتوا في التقرير ديالها او في العرض ديالها، فاحنا شركه جزء لا يتجزا من المملكه من طنجه للقويره.
بغي نقدموا شي حاجه للمملكه. كما قلت لك في الاول غيكون ربح طبيعه الحال، ولكن هي واحد الخدمه. حنا حاليا شركه الانصار لاول مره في تاريخ المغرب عندها 2000 عقد عمل. ملي كنقولوا 2000 عقد عمل راه ماشي بالبساطه، زائد عندها عقد مع شركه اي بي سي مده 5 سنين. ملي كنشوف لا يشهد عقود العمل، الناس على الباك عندها غير بكالوريا بغات تمشي تكمل القرايه في المانيا، كنوفروا لها عقد عمل. شنو الشروط؟ الشروط هو انه كيخلص الرسوم ديالو، يكون عنده بكالوريا، ويكون عنده النيفو ديال بيجوج في المستوى ديال اللغه الالمانيه. هذا ملي كيطلع الالمانيه كيقرا في المانيا، المشغل او الدوله الالمانيه كتعطيه منحه، ما كيخلصش هو، وما كيخلصوه هو واقع عاد كيقرا، كيخلصوه العام السنه الاولى 1200 الاورو، السنه الثانيه 1300 الاورو، السنه الاخرى 1400 الاورو. هادشي في كل شهر كيتخلص. هادو بالنسبه للناس ديال البكالوريا. بالنسبه للناس اللي هضرنا عليهم قبيله ديال المجال الصحي، هادو يعني كيكون عنده مسائل ليها رمزيه، مسائل ديال التكوين المهني كيخلصوا الرسوم ديالهم. كذلك اللي دخل الجديد حاليا في العقود مع شركه اي بي سي هما المربيات اللي عندهم النيفو ديال البكالوريا، وكيكونوا كيديروا واحد الدبلوم ديال عامين، كذلك هادو تما العقود ديالهم موجوده. بالنسبه للسائقين المهنيين، الناس اللي عندهم يعني البيرمي ديال الرموك والبيرمي ديال الكيران، هاد الناس هادو عندهم شروط اللي هي ابسط ما يكون، النيفو غير الاجوج، والنيفو الدراسه واخا يكون خارج غير من التسعه، والسن اقل من 40 سنه. الرسوم اللي يخلص الرسوم ديال المسائل ديالو باش يدير الفيزا الى اخره. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.